للعراق تاريخ يمتد على عدد من آلاف السنين، لا يعرف بالضبط منذ متى بدأت الحضارة فيه، لكنها في الأقل منذ عهد القرية الزراعية، يعني منذ 5000 سنة في أقل تقدير قبل الميلاد، يعني والآن أصبحت 7000 سنة، يعني وربما هو أقدم. وهناك من يعني يذهب إلى أن الحضارة بدأت في العراق منذ عهد أقدم من هذا. خلال هذه الفترة الطويلة تعاقبت على العراق حضارات جمة، كل حضارة زادت على من سبقها ما سبقها من حضارات بمنجزات مهمة وجديدة، أسهمت ليس في تطوير الحياة فيه فحسب، وإنما في تقديم النموذج الأمثل للحضارات الأخرى. كل حضارة في العالم شارك العراق فيها من خلال المنجزات التي قام بها أهله في مرحلة ما من مراحل التاريخ. هنا بوتقة الحضارة، أثرت هذه البوتقة على كل من كان على صلة فيها، كما سنرى في هذه المجموعة من الأحاديث. وإذا كان القدماء قد قالوا بأن الكتاب يعرف من عنوانه، فالعراق يعرف من عنوانه وهو بغداد. بغداد عنوان العراق، بل أحد العناوين البارزة في تاريخ الإنسانية جمعاء. شيء عجيب وملفت للنظر، كلما اقتربنا من تاريخ هذه المدينة وجدنا تحت أديمها أسرار وحكايات وأخبار وأشياء جديرة فعلا بأن تبرز لابن اليوم. الإنسان اليوم الذي يعيش في بغداد ربما يسير في طرقاتها وفي أزقتها وشوارعها وهو لا يعلم على أي أرض يدوس. هنا تحت أسفلت هذه المدينة وفي أزقتها رسم تاريخ المنطقة كلها، إن لم تساهم هذه المدينة في صنع تاريخ شطر مهم من بلاد العالم. لم يكن اليعقوبي مبالغا حينما قال مدينة بغداد المدينة العظمى، انظر إلى هذا المصطلح العظمى، كأنه يتحدث عن عاصمة العالم وليس عن عاصمة إقليم من الأقاليم وبلد من البلدان. قال لم يماثلها لا نظير لها في مشارق الأرض وفي مغاربها، يعني هذا تعبير جميل ويستدعي أن نقف عنده قليلا. لا ندعي أن اليعقوبي كان مبالغا، لأنه كتب كتابا مهما هو كتاب البلدان، وتناول تاريخ القسطنطينية وتواريخ أخرى ومدن عظمى وحضارات وفيه أشياء كثيرة، يعني الرجل كان مثقفا ومطلعا، ومع ذلك ذكر بغداد بهذا التقدير العالي. وكتب في التاريخ، كتب كتابه العظيم التاريخ، تاريخ اليعقوبي، وتحدث عن حضارات جمة من حضارات اليونانيين والرومان وغيرهم، ولكنه حينما تناول بغداد وذكرها أشاد بها على نحو فريد لافت للنظر، المدينة العظمى. ما هي بغداد هذه؟ كيف نشأت؟ ما الذي أدى بمؤسسها إلى اختيارها في هذا الموضع من العراق، بل هذا الموضع من العالم الإسلامي، لأن العراق كان في هذا العصر مركز العالم الإسلامي، كان يمكن أن تبنى بغداد في أي مكان من هذا العالم، ليس بالضرورة في هذا الموضع. هناك سر يستحق أن نكشف عنه ويستحق في الأقل أن نتناوله. وإذا كان هناك حقيقة يعني كاتب مشهور أحب أن أذكره هنا، وهو الدكتور جمال حمدان، الذي كتب كتابا مهما صدر منذ سنوات
يعني حدود العقدين، سماه دراسة في عبقرية المكان، فأنا أستعير هذا التعبير، هنا عبقرية للمكان فعلا، أستعير من المرحوم جمال حمدان وأقول أن لهذا المكان عبقرية، وإلا لماذا اختار المنصور هذا المكان بالذات ليبني عليه مدينة استمر السكن فيها رغم كل النوائب والكوارث والنكبات، استمر السكن فيها وازدهرت الحضارة فيها حتى أصبحت مركز إشعاع لغيرها من البلدان خلال هذا العمر الطويل الذي جاوز 1100 سنة أو 1200 سنة. إذن هنا نحن أمام عبقرية المكان، لأن الشعوب التي سكنت في هذه البقعة تبدلت وتغيرت وشاركت أقوام متنوعة في بناء حضارة هذا المكان، ومع ذلك ظل المكان مركز إشعاع في أكثر العصور ومركز صبر على الشدائد رغم كل ما مر عليه من شدائد ونكبات إلى غير ذلك. إذن نحن في عنوان الكتاب نتحدث فقط عن عنوان الكتاب، ولا يعني ونؤجل الحديث عن الكتاب نفسه عن العراق نفسه إلى أحاديث أخرى، نحن فقط في العنوان، والعنوان يستحق وقفات. إلى منذ متى ظهر هذا الاسم الفريد الغريب الذي لا تشاركه فيه أي مدينة أخرى؟ بغداد، وماذا يعني؟ الذين يتصورون أن بغداد أسسها المنصور ربما يخطئون بعض الشيء، الاسم لا يرتقي لعصر تأسيس مدينة بغداد على يد المنصور، بالتأكيد بغداد كاسم قديم يرقى إلى عصور سحيقة ولم يخترعه المنصور. نعم هو سماها مدينة السلام، وهو اسم فريد تماما في ذلك العصر. نعم ظهرت فيما بعد مدينة دار السلام وغير ذلك في أفريقيا، لكن في ذلك العصر لم تكن هناك مدينة تشارك هذه المدينة اسمها، فما بالك باسم بغداد، هذا الاسم الفريد العجيب الذي اختصت به هذه المدينة. قلنا بأن الاسم أقدم من التأسيس، والمؤرخون المسلمون طبيعي لم تكن لديهم مصادر معلومات كالتي نملكها اليوم، لم تكن لهم إلا أساطير وإلا حكايات وإلا أقوال يعني متناقلة حول هذه المسألة بالذات، فقسموا الاسم إلى بغ وداد، وداد تعني العدل وبغ تعني بستان، وإلى غير ذلك من الأسماء، وهي تأويلات يعني لا تخرج من نطاق التأويل إلى نطاق العلم الذي يعتمد على حسن التعليل، وإنما هو يعني آراء يعني نحترم من قالها ولكن لا نثق بها لأنها لا تستند إلى أساس من العلم متين. في عصر الملك حمورابي ظهر هذا الاسم ووجد على بعض ألواح مدينة بورسيبا التي تسمى اليوم تل أبو حبة على بعد 50 كيلومتر من بغداد تقريبا، وجد اسم بغدادة على لوح هناك، يعني عصر حمورابي عصر الدولة البابلية القديمة. إذن كان الموقع معروفا في عصر البابليين الأول، ثم الاسم كان ظل حيا لأننا أيضا أو لأن علماء الآثار تحدثوا عن اكتشاف ألواح أخرى تحمل هذا الاسم في مواقع أخرى، يعني في عصر الملك بعض ملوك الكاشيون كانت عاصمتهم في دور كوريكالزو يعني عقرقوف،
قرب بغداد أيضا كانت هناك إشارة إلى هذا الاسم. ولا أحب أن أطيل في هذا، ولكن أقول بأن اسم بغدادة بغدادو بغدادو هذا الاسم ظل حيا منذ 3000 سنة أو أقل قليلا أو أكثر قليلا قبل الميلاد، فأين هذا من عصر تأسيسها الذي نعرفه جميعا عصر المنصور؟ والمؤرخون المسلمون أنفسهم ذكروا ونصوا صراحة على أن المنصور حينما قدم إلى هذا المكان كان هذا المكان يعرف باسم بغداد. إذن هذه مسألة يعني واضحة كانت. نعم لم يفسروا معنى الاسم، لم يعرفوا قدمه، لم يعرفوا معناه، ولكن الاسم كان معروفا رغم كل شيء. حينما وصل القائد المسلم خالد بن الوليد وصل إلى المنطقة ومر بسوق بغداد وغزا أو قضى على بعض الحاميات هناك الساسانية هناك، حتى أنه وصل إلى موقع عقرقوف، إلى منطقة يعني هور عقرقوف. وهور عقرقوف يعني أتخيل أن المنطقة التي بلغها، أما في مناطق العامرية أو مناطق الغزالية في هذه المناطق دارت معركة هناك، إذن المكان كان معروفا تماما. كان هناك سوق اسمه سوق بغداد، عندنا معلومة صغيرة لكنها دالة، كان عدد سكان هذه السوق أو القرية الصغيرة 60 نفرا، 60 إنسانا، يعني قليلة صغيرة. نعم، وربما لأن السوق لم يكن يجتمع فيه الباعة والمشترون إلا في موسم أو في أيام محددة، وبالتالي سكان القرية كان أقل، الدائمون المقيمون كانوا أقل من يعني من عدد المتعاملين في هذا السوق. غالبا الأسواق الموسمية أو اليومية يعني يكون ساكنوها المستقرون أقل من الذين يعملون في السوق نفسه. سوق بغداد يعني يستحق أن نقف عنده ونحاول أن نحدد موقعه، هذا كله قبل أن يأتي المنصور، بل وقبل أن تتأسس الدولة العباسية وقبل الإسلام، قبل أن يأتي المسلمون أصلاً. من المقدر أن سوق بغداد أو قرية بغداد التي ظل اسمها يحمل نكهة القرون أو الألوف من السنين التي سبقت، يعني لا نعرف، ربما بغداد كانت أكثر من هذه السوق، ولكن ظل منها هذا السوق الذي حمل اسمها إلى هذا العصر الذي نتحدث عنه. يعني أقدر أن مكان بغداد هي يعني جنوب نهر الصرات. نهر الصرات كان نهر يأخذ مياهه من الفرات ويصب في دجلة، وبالتالي فلما يكون جنوب هذا النهر ويخترق منطقة العطيفية أو جنوب العطيفية شمال الكرخ الحالي، وبالتالي يمكن تقدير موقع هذه القرية في أعلى الكرخ الحالي، يعني الكرخ القديم الحالي أقصد بمحلاته المعروفة، ربما في مكان ملعب الكرخ، ملعب الكرة، كرة القدم في الكرخ في هذه المكان. هنا كانت بغداد القديمة أو كانت قرية بغداد. حينما أراد المنصور أن يبني عاصمة للدولة الفتية الجديدة التي قدر له أن يحكمها، وكان فطنا وذكيا، وجميع المؤرخين أشادوا بذكائه وفطنته وشجاعته وإلى غير ذلك، هو حقيقة المؤسس الفعلي لهذه الدولة التي أصبحت إمبراطورية واسعة ممتدة، هي الدولة العباسية. حينما أراد هذا الرجل أن يبني حاضرة عاصمة لدولته
وصل وفي الكوفة والدولة العباسية كانت تحاول أن تبحث عن عاصمة لها، كانت في هاشمية الكوفة، بعدين في هاشمية الأنبار أيام أبو العباس السفاح اختار هاشمية الأنبار. المنصور لم يكن يرتضي هذه المواضع، شيئا ما كان يقدره وقد أحسن تقديره أن الدولة الجديدة يلزمها عاصمة جديدة، عاصمة تستجيب إلى متطلبات عصر جديد، عاصمة لا تنتمي إلى مدن سابقة وإنما تبني لعالم جديد، لحضارة مقبلة، لدولة ممتدة مقبلة. وبالتالي تجول في أنحاء العراق. يعني تصوروا بأن هذا الرجل استشار، الرجل رغم قوته كان يستشير أصحابه، فاستشار أعوانه وأصحابه وناسا مختلفين، أي المواطن أجمل وأفضل لاتخاذ هذه المدينة؟ فكانت إجاباتهم مختلفة، طلب منهم أن يذهبوا ويتفحصوا وبشرط أن يختاروا مكانا يحتمل، انظروا إلى المصطلح، يحتمل الرعية الناس والجند. يعني الناس قال لا أريد أن أضيق على الناس، مكان متسع يمكن له أن ينمو. الرجل كان يعني متسع الفطنة أيضا وواسع الأفق كما نقول، كان لا يريد أن يبني مدينة لزمانه أو لجيل أو جيلين، وإنما أراد مدينة لها قابلية الاتساع، فقال لا أريد أن أثقل على شعبي بهذا المعنى الجند والرعية. فاختاروا له مدينة قديمة اسمها أو موقع اسمه بارما، قال نعم هو الموقع جميل ولكنه يضيق بالجند وبالرعية. كان إذن واضح من هذا ماذا كان يريد من مدينته، أن تكون في مكان قابل لأن يحتمل، يعني أن يتسع لأجيال من الناس ولأعداد كبيرة لم يكن يعرفها ولكن كان يقدر أنها ستملأ مكانا واسعا وستكون هذه العاصمة عاصمة إمبراطورية كما يقال اليوم وليست مدينة محدودة لإقليم محدود. واستشار هذا وذاك واستشار كل من كان يحيط به ومن كانت له معرفة في المواقع، ولم يكتفي بهذا، سار بنفسه زار كل الأماكن اللي حوالي بغداد وصولا إلى الموصل وهو يتفقد الأماكن، تصلح هذه لا تصلح، ربما هي جيدة في جانب وغير كافية لطموحه ونظرته المستقبلية لمستقبل هذه المدينة، فيتركها إلى آخر. تنقل بين الشرق وبين الفرات وبين دجلة وجنوبا وشمالا حتى وصل إلى الموصل ثم عاد، وصارت يبدو عنده قناعة بأن هذا المكان هو الأنسب. فاستدعى من؟ استدعى حكام هذه المنطقة أو أمراؤها أو رؤساؤها أو يعني كبار إقطاعيها، استدعى، وكانت هذه المنطقة فيها يعني تقسيمات إدارية، منها قرية بغداد نفسها، كان هذا يمثل جزءا من جانب الغربي طبعا الكرك يعني، ومنها راح البطريق وأماكن والمخرم اللي هو يعني في منطقة العلوازية وإلى جسر الحديد يعني جسر الصرافية. يعني سأل ناس يرأسون أو يملكون إقطاعات في الجانبين، سألهم كل أفاد بما يعرف، وكان يسألهم هل هذا المكان متسع؟ هل هو خصب؟ هل هو كثير البق؟ هل يعني حتى هذه المسائل الصحية التي تدخل الآن في مجال الصحة العامة كان يسألهم فيها، وكل أجاب يعني وفقا لخبرته. لكن صاحب سوق بغداد أجابه جوابا مختلفا ومميزا حتى أن المؤرخين سجلوه، قال له يا أمير المؤمنين هذه المدينة
بغداد، المدينة المقبلة، لم يكن اسمها بغداد طبعا، يجب أن تكون في الجانب الغربي. وحسن له محاسن هذا الموقع، وسنذكر ذلك في حديث مقبل إن شاء الله تعالى.